السلام عليكم. انا كنتسائل ما الفائده من هذه الوثائق اللي كنخلصوهم على بقائي في المسيره وفي حي النهضه؟ هاد الناس مخلصين البقائي ديالهم من 87 وهما مؤدين الواجب ديال البقعه ديالهم. هاد البلاصه هادي كيسكنوا فيها قبل السبعينات، ف كانت واحد العمليه ديال هنا باش يجهزوا هاد الارض هادي ويعطيو للناس الجزئات ديالهم، ريبوا شي حاجه هنا وحولوها هنا. شكون هو هذا المسؤول اللي استطاع بشكل عشوائي يريب للناس واحد المرصونه ويحطوه هنا؟ كيفاش الناس كدوز عمليه ديال الاحصاء مؤخرا؟ وها هي الدليل على انه داز شي حد من هنايا في العمليه ديال الاحصاء، بمعنى خرجت عمليه ديال الاحصاء كيبغي يتم التنفيذ ديال حكم قضائي. واليوم حنا واقفين مع هاد الناس هادو كنتسائلوا شنو الفائده ديال هذا الاحصاء؟ شنو الفائده ديال انني نخلص بقعه ديالي وسرقوها لي المسؤولين 87؟ شنو الفائده من عمليه اعاده اسكان قاطعين دور الصفير؟ شنو الفائده من انك غادي تسبق دوار اهل الحارج وتسبق تحيتيه وتسبق مجموعه ديال الدواوير، في حين ان البعض عندهم هنا عائلات قليله ماشي حتى شي بزاف، ما بين 4 حتى 6 ديال العائلات كيطالبوا بحقهم في السكن، غيتشردوا في الزنقه بناء على حكم قضائي. حنا ماشي ضد الاحكام القضائيه ولا كنجيو هنا باش نتزايدوا على الاحكام القضائيه، ولكن مع انصاف المظلومين. هاد الناس مخلصين بقاعهم والناس المسؤولين سرقوهم ليهم. كنقولها هاد الوراق ديال 1.5 مليون لم تحترم في دوار صحراوي ودوار جديد، وتم تستيف عباد الله في شقق وصيفتهم للتهلكه، في حين ان محرج ذلك يقول لك هذا راه مشروع نموذجي. اين هي النموذجيه هنا؟ الناس مقهوره، حتى شي واحد ما كيوقف معاها. كنصرخوا مع هاد الناس وكنقولوا نناشد وزيرة الإسكان، وزير الداخلية، رئيس الحكومة، أعطيو تعليمات للمسؤولين على مستوى الولاية، على مستوى العمالة، باش يفكوا المشاكل بحال هذه المعقدة اللي ما كيقدروش يديروا فيها شي حاجة، لأنه هنا كتناقشوا الوثائق وكتنساونا حنا كبشر. هضروا معنا كبشر في الدولة، عار الله إلا ما هضروا معنا كبنادم، راه عيب وعار أن نشوف أمي وأختي وولادها خارج للزنقة، ونتايا كتهضر لي على الوثائق ومدى قانونيه الوثائق وشكون اللي عنده الاسبقيه وشكون اللي عنده القوه القانونيه. راه الانسان هو القانون. السلام عليكم. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.